المواطن محمد عباس جوهر حياة مرشحا عن الدائرة الأولى. في بداية الأمر أحب أشكر جميع زملائي الإعلاميين المتواجدين اليوم في المقر تسجيل الترشيح للانتخابات. دوركم رئيسي في نقل العملية الانتخابية بأكمل وجه. مؤمن إيمان كامل بأن الزملاء الإعلاميين هم دائما من ينقل الحدث بشكل سلس وجميل وواضح إلى الناخبين بشكل مباشر، فدوركم أيضا جدا مهم في نقل الحقيقة كاملة غير منقوصة لتساهموا مع المواطنين جميعا باختيار من هو يمثلهم في قبة عبد الله السالم. أخوض انتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الأولى وفق شعار لن يموت الحلم، متسلحا بوحدتنا الوطنية التي واجب علينا حفظها والتمسك بها كونها هي الملاذ الأخير، وأيضا متمسكا بقيم الدستور من عدالة ومساواة وحرية حقيقية في القوانين والمقترحات التي سونت أن نقدمها. وأيضا مؤمن إيمان كامل بأن هناك علينا واجبات رئيسية كمواطنين ومرشحين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 بأن نكون بالفعل من هم كفء لتقديم ووضح جميع تطلعات الشعب الكويتي وأماله بشكل كبير. أحمل بأهم الأمور التي أؤمن بها بأن ما ممكن إصلاح أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، الكل يعاني من قبل قضية الإسكانية والصحية والتعليمية وأهمية وضع قوانين تساعد على إسهامها وتطويرها من قبل الاختصاصيين والفنيين والمساندة على مشورتهم وعلمهم، ولكن مؤمن إيمان كامل بأن لا ممكن أن يتحقق هذا الأمر إلا بوجود الإصلاحات السياسية للسلطات الثلاث. نحتاج إصلاحات سياسية بإقامة المفوضية العليا للانتخابات لتكون هناك انتخابات واضحة وشفافة وبها تكافؤ فرص ما بين أبناء الوطن الواحد، وأيضا بحاجة إلى تعديل النظام الانتخابي ليصبح هناك نظام انتخابي قائم على القوائم النسبية يعمل أو يساعد على العمل الجماعي ما بين النواب لتبادل الخبرات وتبادل الآراء لخلق قوانين صحيحة ومنظمة تساعد على التطوير وليس قوانين بها دغدغة المشاعر. وأيضا في نفس الوقت بحاجة لإصلاحات السلطة التنفيذية بنوعية اختيار الوزراء واختيار من هم كفء ليكونوا قادرين على حمل آمال المواطنين من ناحية السلطة التنفيذية وإصلاح السلطة القضائية بتحصين إرادة الأمة على أن لا تصبح إرادة الأمة مهددة للبطلان من قبل المحكمة الدستورية، بل تحصن ما قبل الانتخابات إن كان هناك أي طعون على المراسيم. بإذن الله كل الشكر لكم زملائي الإعلاميين. أخوكم محمد جرحات.